خايفين من الناس اللي فرعون عاملهم لهم، وكثير اكثر من اللي حين كانوا. ولذلك اللي كانوا خايفين، ولما وصلوا البحر اشحن ذهب ورحنا، وفرعون على يعني خطوات منهم. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون انا لمدركون. قال كلا، نفس كلام الهجره، ان معي ربي. موسى عليه السلام ما قالش ان معنا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. الرسول في الغار قال لا تحزن ان الله معنا، يعني معي ومعكم مع كل المؤمنين اللي هاجروا ونصروا الاسلام الصحابه رضي الله عليهم. الام كانت صالحه زمن الرسول، اصحاب الرسول هم اصلح جيل، ولكن اصحاب موسى للاسف يعني كانوا اسوء جيل. في فرق. ولذلك موسى عليه السلام في نفس يعني ظروف حادثة الهجرة سبحان الله يقول كلام آخر، قالوا إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خربت بيتنا ورطنا، إيش بدنا في المشاكل إحنا من الأساس أصلا، يعني حتى ما قالش فيه غير سبحان الله. بعد ما راحوا على سيناء لما قالوا ندخل الأرض المقدسة ما طلعش منهم غير اثنين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الكتاب. في بعض المفسرين قالوا موسى وهارون، مش غير الرجلين. قال اصحاب موسى انا لمدركون، كلا ان معي، ان كل الله سبحانه وتعالى كان معي كل الوقت، بيتخلى عن هذه الساعه الله بيتخلى عن كل سبب ابدا، ان معي ربي سيهدين. فقلنا فوحينا اليه ان لا. اخوانا الكرام، موسى عليه السلام مطلوب منهم ان يحرر امه الرساله من الطغيان ويدخل الأرض المقدسة. واليوم الأمة المطلوب منها، الأمة الإسلامية، شو المطلوب منها اليوم؟